على دماغ ماركيتوس الباك اليمين. ماركيتوس اداها للهباك اليمين بتاعه فيدال، وفيدال اداها لديسول الانسايد اليمين نمره 8 اللي واخدها وبيطلع من الديفنس زي ما عاوز، وده بوشكاش، وبوشكاش عدل وشاط شطه ضعيفه وحشه على شمال الدو زي ما شفت. وقفت اللي بيجري عليها رافت، ادى حمدي فراج، حمدي فراج اداها لعلي محسن، ده نمره 10 اللي معاه الجوره، وعلي محسن لعبها طويله لنبيل نصير، فاتت من نبيل ومن سانت ماريا، لان سانت ماريا زقه، سانت ماريا اطول من نبيل قوي وزقه، واتحسبت فاول على سانت ماريا من نص ملعب ريال مدريد. الحكم ارمي الاوت في نص الملعب ده ويديها لدي ستيفانو، ياخديها تاني لدي ستيفانو، دي ستيفانو طالع بيها لجوه يديها لبوشكاش، وبوشكاش يوقفها ويديها لدي ستيفانو، وشايف خط المكان بيشوط دي ستيفانو جوه الجول، جوه الجول، والدو هوشعيب مسك الكوره وبيشاور في ايده، لانه ما حدش يفتكر ان بوشكاش ودي ستيفانو يلعبوا اللعبه دي بتاتا، بتاتا ما تتلعبش، وجول من فوق الديفنس وكل هدوء واتلعبت. انت شفت تو ما حصل، حصل باكات والديفنس واقف بينه وبين الجول، راح لاعبها من فوقيهم زي اما تبقى قنبله من الهاون وفي بيت في الوسط، فتطلع القنبله من فوقيها وتعدي وتطلع تدفعه، انما الريفري سايبه لان ده القانون يقول لك ادي الفرصه، هي كانت فاول لكن ما يحسبهاش لان دوكا مشي بالكوره وصلت لحد علي محسن، وعلي محسن اداها لسمير قطب، وسمير قطب طالع وحصل تقريبا خط السنتر او عدى خط السنتر، وهو لعبها لقدام اربعه ابيض خدوها وكسادوا، لعبها لدي ستيفانو اللي راجع لورا وعدى بيها دي ستيفانو خط السنتر واداها لبوشكاش نمره 10، ده بوشكاش داخل بيها لجوه وراح ناحيه اليمين وده جيرد وخدها وحطها جوه الجول، جول ثاني طبعا، جاب الجول الثاني بعد حوالي 38 دقيقة، وبقت ريال مدريد 2 وسمير قطب اداها له ثاني زي ما انت شايف وخدها منه وبيحاول يديها نبيل نصير، ونبيل نصير اداها نمره 10 وجول بيحطها، يا خبر ابيض هو الجول، هو الجول، حلوة، أنا لسه بقول لك هنجيب جول، أنا ما خلصتش الكلمة لأن العظمة لعيبة الزمالك بتبوس بعض والجمهور ال 100,000 كله بيرقص، كانت هتيجي جول وصدت الجول ورجعت. Thank you.